قمنا ببناء دائرة كهربائية بسيطة من خلال حقيبة السيركت سكرايب. استخدمنا في توصيل ما بين المكونات الدائرة مادة فضية سائلة بدلاً من الأسلاك المعتادة. وعند إغلاق الدائرة يضيء المصباح. وركبنا المقاومة الكهربائية للتحكم في شدة إضاءة المصباح، فكلما زادت قيمة المقاومة كلما قلت إضاءة المصباح، ومن هنا نستنتج العلاقة العكسية بين المقاومة وشدة التيار الكهربائي. نوصل المقاومات على التوالي للحصول على مقاومة كبيرة من مجموعة مقاومات صغيرة، ونوصلها على التوازي للحصول على مقاومة صغيرة من مجموعة مقاومات كبيرة. ونستنتج من التجربة أن المقاومة الكهربائية هي خاصية فيزيائية تعني مقاومة المادة لسريان التيار الكهربائي من خلالها، ووحدة قياسها الأوم. الجميل في التجربة سهولة استخدام مكونات حقيبة سيركت سكرايب، بالإضافة إلى متعة وقت التعلم.